من السيارات الصغيرة إلى الفور ويل، أصبحت كل هذه الموديلات متوفرة في السيارات الكهربائية. الطلب مستمر والكثير من المشترين الجدد سعداء بالتجربة. اليوم نقدم أهم نصائح لكيفية الاهتمام بها والحفاظ عليها. قبل أن نرحب بضيفنا في الاستوديو، خلونا نروح إلى زميل ليث بزاري واللي كلمنا عن أرقام مهمة عن مبيعات السيارات وأيضا أعداد التي تحترق منها عالميا. تفضل ليث. شكرا ريم. قراءة وأرقام سريعة حول إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية. خلال 2023 ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 31%، وفي ديسمبر وحده تم بيع 1.5 مليون سيارة. يتعرض 3475 ألف سيارة هجينة من أصل 100 ألف سيارة هجينة للحريق، مقابل 25 مركبة فقط بالنسبة للسيارات الكهربائية. بي واي دي الصينية تجاوزت تسلا في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة خلال 2023 تحديداً 3 ملايين سيارة. وبالنسبة إلى هنا، إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فحجم سوق السيارات الكهربائية في 2024 يقدر بنحو 3.330 مليار دولار. نعم، عموما في بريطانيا هناك شخصية تواجه اتهامات بمحاربة السيارات الكهربائية. القصة من هناك مع عروب تاج الدين. من منا لا يذكر سيارة مستر بين الصفراء، وهي التي ساهمت في الترويج لسيارات الميني حول العالم؟ ومن منا لا يتذكر أدواره التي جعلته بين الممثلين الأشهر عالميا؟ لكن مستر بين متهم اليوم بأنه مسؤول عن تراجع الإقبال على السيارات الكهربائية في بريطانيا، بعدما لامه ناشط بيئيون خلال جلسة في مجلس اللوردات على انخفاض الإقبال على هذا النوع من السيارات. فالممثل رومان أتكنسون الذي لعب دور مستر بين الشهير لأعوام، كتب في مقالة العام الماضي بأن المركبات الكهربائية بلا روح، ونصح أصدقائه بالإبقاء على سيارات الديزل القديمة، مستنداً إلى أنه محب للسيارات وحاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. لكن بيئيين اعتبروا معلومات مستر بين هذه غير دقيقة، وأنها تعرقل خطط الحكومة للتخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل قبل عام 2035، وشرحوا أن مقالة مستر بين هذه قد تعتبر إحدى أكثر المقالات ضرراً بمبادرات التشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، وأن أي محاولة لاحقة لتصحيح أخطائها لن تلقى الإقبال الذي لاقته المقالة الأولى. فيبدو أن مستر بين سكت دهراً في أعماله، ولكنه عندما قرر الكلام أغضب دعاة البيئة، فيا ويله منهم. أنا مع مستر بين إلا إذا كان ضيفنا رح يغير رأيه. ورحب في خبير مجال السيارات المهندس محمد دياب. هلا وسهلا بك أستاذ مهندس محمد. يعني يبدو أن هناك حماس في العالم لشراء السيارات الكهربائية والأرقام تتحدث، ولكن خلينا نرجع لأرض الواقع. في مدة زمنية قصيرة شفنا أن هناك فيديوهات لسيارات كهربائية تحترق على الطرقات، بالرغم أن هناك إحصائيات تقول أنها أكثر أماناً وأقل احتراقاً من السيارات العادية. ما تفسير ذلك؟ أول شيء صباح الخير لك للجميع. هلأ دائما كل شيء بيطلع جديد
بتصير التركيز على اي سلبيات ممكن اكثر من للاسف ايجابيات. هلا السيارات الكهربائيه بالديزاين تبعها او بالتصميم صممت بحيث انه يكون فيها عوازل للبطاريات وللاجزاء المعرضه للحرائق او ليصير فيها شوك او اي مشكله كهربائيه اكثر بكثير من السيارات العاديه. وبالتالي الواقع او يعني علميا انه السيارات الكهربائيه اقل عرضه بكثير من السيارات ان كانت البنزين او الديزل. هذا الواقع. هلا للاسف في اللي هي الممارسات اللي بيمارسها الناس الخاطئه اللي بتؤدي لو مارسها على سياره بنزين راح تعمل نفس الشيء نفس النتيجه. يعني زي إيش هلا مثل؟ الكهربائيات مثلا اول شيء السيارات الكهربائيه معروفه عالميا عنده ستاندرد عالمي انه كل الكيبلات اللي هي عاليه الجهد هاي فولتج محطوطه دائما باللون البرتقالي. طيب وهي اي واحد بيقدر مجرد ما يفتح الهود تبع السياره او الطبون بيقدر يشوف على طول الكيبلات اللي لها علاقه في الجهد العالي واللي هي لازم اول شيء يتجنبها إذا ما كان خبير أو متدرب أو تقني. نعم. لازم يتجنب لمس أو العبث في أي جزء من الأجزاء اللي هي الأسلاك العالية الفولت. هاي واحد. اثنين في دائما ريكومنديشن من المصنع لأي شركة سيارات عالمية. نعم. إنه استخدام كيبلات للشحن بمواصفات معينة واللي هي عادة بتيجي إذا اشتريت السيارة من وكيل معتمد وكذا دائما بيعطوك الكيبل الصح في فولتية معينة بيقدر يستحمل الجهود اللي تتحمل على السيارة أثناء الشحن وبالتالي ما بتصير أو ما بتنتج عنها أي حرائق. يعني نخلي الموضوع يعني فعلا بهالبساطة. يعني احنا السبب يعني. يا مهندس والله الأغلب احنا السبب في استخدام السيء اللي تؤدي لاحتراق السيارات. طيب لكن الصين تتصدر انها تكون في صناعه البطاريات الكهربائيه برغم انه الناس لما يسمعوا صناعه صينيه يتخوفوا شويه. هل الصين نجحت في انتاج بطاريات ذات جوده عاليه وتكلفه اقل؟ هلا طبعا هي العامل الاساسي اللي في الصين اللي هو وجود المصانع. يعني الكهرباء بشكل عام السيارات الكهربائيه هي حديثه قديمه يعني هي الأساس فيها اللي هي البطارية والمواتير الكهربائية. نعم. فالبطاريات صناعة البطاريات بالصين من زمان موجودة مش إشي حديث. صار في يعني جوين فينتشر بسموه زي دمج بين شركات وصار في تبادل خبرات بين شركات صناعة البطاريات وشركات السيارات اللي عم تلجأ لصناعة السيارات الكهربائية. فالصين عندها نسبة يعني خبرة في هذا المجال طويلة من زمان زائد إنه الأيدي العاملة طبعا التكلفة أقل فبالتالي مشان نقدر نبيع سيارات كهربائية لازم ندير بالنا على موضوع تكلفة السيارة نفسها مشان لما نعرضها للبيع يكون سعرها منطقي حيث الناس تقبل على شرائها. فالكوست أو اللي هو التكلفة لها عامل أساسي. بالنسبة للتقنية موجودة زي ما قلنا مش مشكلة إن هم مش عم بيصنعوا بطاريات بكفاءة. إذن لماذا تتفاوت الأسعار بين السيارات الكهربائية الأوروبية والأمريكية والصينية برغم إنه الكثير منها يصنع في الصين؟ طبعا هلا في بتختلف سياره كهربائيه عن اخرى عاده بالفيتشر او الاوبشن الاضافيه او يعني ممكن بعض السيارات مرات تتصنع بالصين بطريقه مثلا تجاريه خلينا نقول كوميرشال اللي بحيث انه تناسب جميع الطرق جميع الفئات اللي بالمجتمع. بس في سيارات عاده كهربائيه نوعا ما فارهه شوي بنسميها فيها شويه يعني اضافات غير موجوده مثلا بالسيارات اللي هي الكوميرشال فبتلاقي في تفاوت مثلا يعني. طيب ممكن في طيب خلينا نروح ونتابع نتائج استفتاءنا على مواقع التواصل والبدايه من موقع اكس والاستفتاء يقول ايهما تفضل سيارات الوقود ام السيارات الكهرباء أو السيارات الهجينة ولماذا؟ سيارات الوقود حصلت على 69% أما السيارات الكهربائية فحصلت على 10.3% وأخيراً الهجينة حصلت على 20.7%. وطبعاً أيضاً تركيا اختار سيارات الوقود وقال بينا عيش بين عيش وملح يعني هذا متعود ما يقدر يغير. أكيد يعني تختلف الآراء في هذا الموضوع. الناس اللي زينا أو اللي أكبر مننا والأجيال صعب إننا نقنعهم بالسيارات الكهربائية والبعض يقول طب أصل السيارات الكهربائية عشان يعني تنتج الكهرباء لتشحن هذه السيارات ما أنت بتحرق وقود وأيضا بتسبب في تأثير للبيئة. ما صحة هذا الكلام؟ هلا طبعا انتاج الوقود ان كان في للكهرباء او للبنزين هو البنزين ما بيطلع مباشره البنزين عباره عن عمليات تكرير بالضبط قبل ما يتحول للبنزين اللي احنا بنستخدمه للسيارات ففي عمليات تكرير وفي احتراق وفي شغلات كثير بتاثر على البيئه. مزبوط. هلا انتاج الطاقه بشكل عام ممكن يكون عن طريق طرق كثيره بتكون صديقه للبيئه. نعم.
نعم. لإنتاج الطاقة، وبالتالي إنه استخدام الكهرباء بالسيارات الكهربائية أكيد بيكون أو أحسن للبيئة، أفضل للبيئة من حالة بحالة لإنتاج الكهرباء نفسه، في حالة كمان برضو قلة العوادم زيرو عادم، ما في أي تأثير يعني على البيئة. نقدر نقول إنه في المستقبل القريب لن يكون هناك وجود لسيارات الوقود، العالم يتحول إلى السيارات الكهربائية. مهندس شكرا لوجودك معنا، المهندس محمد دياب شكرا لوجودك معنا اليوم.